من الأشياء اللطيفة التي سمعتها أن أمهات المؤمنين يعني جمعت أوائل حروفهن يعني في ثلاث كلمات أو في أربع كلمات، يعني كل يعني الحرف الأول يعني يدل على الباقي، يعني يكون عبارة لطيفة حتى أيضا لها معنى. قال خس مع جزر صحة، خس مع جزر صحة، الخال خديجة، والسين لسودة، ويعني والميم لميمونة، والعين لعائشة، والجيم لجويرية، والزاي لزينب بنت خزيمة وزينب بن جحش، والراء لرملة يعني حبيبة، والصاد لصفية، والحاء لحفصة، والهاء لهند أم سلمة. يعني فهذه حروف تشتمل على يعني على أمهات المؤمنين أو تذكر بأمهات المؤمنين. يعني في إنسان إذا يعني حفظ هذه الجملة يتذكر أمهات المؤمنين. نعم. حتى إذا أكلها يتذكر. ها؟ إذا أكل الجزر مع الخس بتذكر. نعم. وحمص. هذه حمص هذه للحوض والميزان والصراط. يعني ترتيبها. يعني الحوض يعني ترتيبها يعني بترتيب هذه الحروف، الحاء للحوض والميم للميزان والصاد للصراط.